أعربت مصر في بيان لوزارة الخارجية عن خالص تعزيها للولايات المتحدة الأمريكية في ضحايا حادث إطلاق النار على مدرسة ثانوية بولاية فلوريدا، وأكد البيان على تضامن حكومة وشعب مصر مع الشعب الأمريكي في هذا المصاب الكبير، مضيفا أن تلك العملية العدائية المشينة تهدف إلى ترويع الأمنين وتعكس فكرا عدائيا. لكل معلم وأب وطفل يتألم كثيرا لهذا الحادث، أقول لهم نحن هنا من أجلكم ولتقديم كل ما تحتاجونه، وسنفعل كل ما في وسعنا لتخفيف آلامكم. فصل جديد من فصول الدم والعنف في الولايات المتحدة، كتبه طالب أمريكي في ولاية فلوريدا حين فتح النار عشوائيا داخل مدرسة ستونمان دوغلاس الثانوية ليوقع العشرات بين قتيل ومصاب قبل أن تعتقله الشرطة. السلطات الأمريكية أفادت أن المسلح الذي نفذ الهجوم يدعى نيكولاس كروز ويبلغ من العمر 19 عاما، مشيرة إلى أنه كان طالبا بالمدرسة وقد تم فصله منها في وقت سابق لأسباب تتعلق بالانضباط. لدينا 17 ضحية مؤكدة، حيث كانت 12 ضحية داخل المبنى واثنان خارج المبنى وضحية واحدة في الشارع بجوار جزيرة الصنوبر واثنان فقدوا حياتهم داخل المستشفى. الحادث أعاد إنتاج مشهد فوضى السلاح الذي ألفته الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، فبالرغم من التطور التكنولوجي وكذلك أنظمة المراقبة في الشوارع لم يمنع ذلك دون وقوع الحادث الذي سبقه إطلاق نار أمام مقر وكالة الأمن القومي الأمريكية، ما أوقع عددا من المصابين وأعقبه محاولة سيارة اقتحام مدخل الوكالة قبل أن تعتقل الشرطة 3 أشخاص كانوا بداخلها. نحن نعتقد أنه ليس هناك أي أدلة تؤكد لنا أن ما حدث ليس سوى عملية فردية، وليس لدينا أي سبب للاعتقاد بوجود علاقة بين الحادث والإرهاب في هذه المرحلة. ويبدو أن استراتيجية الأمن القومي الأمريكي التي أعلنها الرئيس ترامب مؤخرا والتي ارتكزت على مفهوم أمريكا أولا تواجه اختبارا صعبا وتحديدا فيما يتعلق بحماية الوطن والمواطن. فتساقط الأمريكان المتوالي يزيح الستار عن قصور المنظومة الأمنية الأكثر تطورا في العالم أمام تحديات فرض السيطرة وتحقيق الأمن والاستقرار للمواطن الذي بات مهددا في كافة المناطق داخل الولايات المتحدة الأمريكية.